جربوا الموضوع ده هتدعوا لي بجد، والله لو جربت الموضوع ده هتدعوا لي وانا متأكدة من كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وأحسن حال، كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان أوشك على الانتهاء بجد، والله ما حسيناش بيه، عدى هوا يعني. غمضت، حاسة ان انا يعني غمضت وفتحت كده، لقيت نفسي النهاردة 20 رمضان. ايه ده، اوام يعني الشهر عدى كده والنهاردة بقينا 22. سبحان الله، يعني سبحان الله. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، واللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. أهم حاجة الاجتهاد في ال10 أيام دول يا جماعة، طبعا الاجتهاد في شهر رمضان كله، لكن ال10 أيام دول وربنا يبلغنا يا رب ليلة القدر اللي العمل فيها خير من 1000 شهر. طيب مش عايزين بقى نتكلم كتير وعايزين ندخل في الموضوع على طول، أن النهاردة هتكلم معاكم في موضوعين، الموضوعين أهم من بعض. هنحط النهاردة مكون مهم جدا جدا للحمام في الفترة اللي احنا فيها دي، كلنا ملاحظين الارتفاع الشديد اللي في درجات الحرارة، النهار بيبقى الجو سخن نار، بيبقى الجو يعني ما بيطقش. ربنا يا رب يجرنا من عذاب جهنم ويتقبل منا يا رب صالح الأعمال إن شاء الله، ويتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. المهم طبعا في مكون مهم هحطه النهاردة للحمام، ضروري جدا، لأن احنا زي ما احنا عارفين، احنا طبعا في ناس كده هتقولي طب ما في ناس عايشة في جو أسخن من الجو اللي احنا فيه. يا جماعة احنا عندنا هنا الحرارة على فكرة 43 و44، يعني حرارة صعبة جدا جدا. طبعا كل الناس اللي في وجه قبلي، وعلى فكرة برضو اللي في وجه بحري، حاسين بارتفاع درجات الحرارة، ومهم برضو يحط المكون اللي انا هحطه النهاردة ده يا جماعة اقل حاجة موجود في كل بيت. افتكر مفيش بيت بيخلى من المكون اللي انا هحطه النهاردة للحمام، لان طبعا مش ارتفاع درجة الحرارة بس، الحمام بيستحمل يا جماعة لو الحرارة عالية جدا، يعني الناس اللي تبقى عايشة في اماكن اسخن من عندنا، الحمام برضو بيستحمل وبيعيش عادي، بيتكيف مع الحرارة والجو، الجو السخن الشديد برضو بيتكيف معاه وكل حاجة. لكن المشكلة في الارتفاع والانخفاض، يعني النهار بيبقى حر قوي، بالليل بتلاقوا الجو بيبر، الاختلاف بتاع درجات الحرارة دي بتأثر على الحمام. فطبعا المكون اللي هنحطه مع بعض النهاردة ده مهم للحمام في الفترة الصعبة اللي احنا فيها دي، لغاية ما تعدي على خير ان شاء الله والجو يستقر. ان كان صيف معروف ان هو صيف، ان كان برد معروف ان هو برد. بس برضو في الاول قبل ما اقول لكم عن المكون، او قبل ما نحط مع بعض المكون ده، حابة بس بقول لكم على حاجة. يعني في جالي سؤال، واحدة قالت لي ان هي جايبة حمام جديد وبتحط الحمام بقاله حوالي اسبوع عندها ومش بياكل، مش بياكل الذرة، مش بياكل الفول، الحبات الكبيرة، الحبوب الكبيرة مش بياكلها، وتقريبا يعني اكله قليل جدا، وكمان شربه المية قليل جدا. فاقول لها دي حاجة طبيعية برضو، حبايبي اللي هم لسه مش عارفين في الحمام او بيربوا حمام مبتدئين، خلوا بالكم من الحتة دي يا جماعة. حبايبي طبعا اللي هم مربيين حمام وعارفين وفاهمين في الحمام احسن مني كمان، انا بقول الكلام ده للي هم ايه لسه بيربوا جديد حمام. طبيعي ان الحمام لما بنجيبه جديد بياخد فترة مش متأقلم على الجو، مش متعود على المكان الجديد، فبياخد فترة مستغرب، حاسس ان هو يعني مش حاسس بألفة في المكان. فطبعا الموضوع ده هياخد معاه فترة وقت يعني كبير شوية، مش كبير، في حمام بيتأقلم على طول، ممكن ياخد الموضوع ده من 10 أيام لأسبوعين لحد ما يبتدي ياكل ويتعود على المكان كويس. وفي حمام ممكن يطول معاه شوية يعني اكتر من كده، ممكن يطول معاه اكتر من كده. فخلوا بالكم يعني، ما برضو ما تحكموش على الحمام من الاول ان هو ما بياكلش، ان هو ما بيعملش، ان هو ما مش بيطير، مش بيتحرك، مش كده يعني، لا هو الحمام مستغرب لسه المكان. فطولوا بالكم على الحمام شويه وتعبوا معاه شويه. بمعنى هنبتدي نحط للحمام، مش لازم نحط له الاكل اللي هو الطبيعي اللي المفروض ياكله الحمام، لا هنقلل له الاكل شويه عشان انا عايز اجوع الحمام. الحمام لما هيجوع هيبتدي يدوس في الاكل شويه بشويه، ما قلتلكمش نجوعه خالص، لا حط يعني كمية صغيرة قدام الحمام، ولتكن نص الكمية اللي المفروض الحمام ياكل. يعني فرد الحمام ممكن بياكل من 50 لـ60 جرام كلفة، تمام؟ كلفة طبعا اللي هي المتنوعة اللي انا طبعا عملتها معاكم كتير قبل كده، من فول وقمح وذرة صفرة وذرة عويجة وشعير عدس وبسلة، كل دي طبعا بالنسب برضو اللي انا قلت عليها قبل كده. وبرضو ان شاء الله لما اجي، بس انا عندي كميه والله، لما اخلصها ان شاء الله ناوي اعمل معاكم برضو كلفه في فيديو تاني، لان حبايبي طالبينها مني كتير جدا يعني، تمام كده. طيب برضو في ناس هيقولوا لي انت خلطه ايه دلوقتي على الكلفه دي؟ يا جماعه انا حاطه اللي هي الخلطه بتاعه البصل والثوم والخل والليمون، مش بقطعها عند الحمام اليومين دول، بعملها لهم يعني
بصوا يعني في اقل تقدير ممكن مرتين في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، فخلوا بالكم الفتره اللي احنا فيها بجد دي. بجد والله الخلطه دي من اكتر الحاجات الممتازه اللي جابت معايا نتائج مبهره عند الفراخ اللي انا قلت لكم عليها. بجد الحمد لله، الخلطه والفيتامينات والزعتر. الزعتر يا جماعه من الحاجات الجميله جدا، واسمه ايه ده، لبان الذكر، من الحاجات الممتازه الممتازه اللي فعلا الحمد لله حدت من انتشار الفيروس او الشوطه عند الفراخ، والحمد لله وقفت نشاط الفيروس نهائيا وغنتني عن العلاجات وعن الكلام ده كله. طيب هتحط ايه بقى النهارده للحمام في الميه بتاعت الشرب علشان برضو الفتره اللي احنا فيها الصعبه دي تعدي على خير، وفتره طبعا اللي هي الفتره اللي فيها الحراره طبعا متقلبه، شويه حر في النهار شويه كده نبص نلاقي الجو قلب بالليل بهوا وجو سقع والكلام ده كله. هنحط حاجه بسيطه جدا، هو المفروض يعني زي ما قلت لكم قبل كده بنحط يا اما محلول معالجه الجفاف يا اما فيتامين سي يا اما قرص اسبرين. ما عندكمش الكلام ده كله؟ كل يعني في اغلب الناس هيقول كل الحاجات دي مش عندنا. حاجه بسيطه جدا وفي كل بيت موجوده، ليمون. ليمون يعني انت عامله كل الفيلم ده عشان ليمون؟ ليمون، ما تستهونوش بليمون. ليمون فيتامين سي يا جماعه، طبيعي مليان فيتامين سي. يعني بصوا انتم بعد يوم صيامك كده شاق طول النهار وتيجوا مثلا تجرحوا صيامكم على بلحايه او ثلاث بلحات طبعا سنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكوبايه ميه بتعصروا عليها ليمونه، ليمونة واحدة، بتحسوا بفرق يعني شديد جدا. طبعا احنا بعد الفطار كله بيهبط وكله بيتعب من يوم حر شديد ويوم عطش وصيام والكلام ده كله، بس بجد لما جربوا الموضوع ده هتدعوا لي بجد، والله لو جربت الموضوع ده هتدعوا لي وانا متأكدة من كده. بتحسوا وبتلاقوا نشاط في جسمكم غريب الشكل فعلا. كوباية الليمون دي بتفرق، ليمون من غير سكر يا جماعة ومن غير عسل من غير أي حاجة خالص، مية وليمون بس. يعني أنا بصوا الحمام ده يوم ما بلاقيش عندي حاجة خالص بحط له إيه؟ بعصر له ليمون في السقاية دي، ممكن ليمونتين، يعني السقاية دي بعصر عليها ليمونتين. أنا عايزة المية اللي أنا حطاها للحمام يبقى ظاهر فيها الحدوقية بتاعت الليمون، علشان يا جماعة الليمون بيقتل أي فيروس في الجسم أو كمان بيقوي جهاز المناعة وبيرفع بيرفع كفاءته وبيخليك كمان يتصدى لأي أمراض تخش الجسم. وأنا عايزة الوسط يبقى حامضي مش يبقى قلوي، يعني أنا عايزة الوسط حامضي أكتر وعلى قد برضو تجربتي. يعني أنا جربت فعلا الحاجات دي ولقيتها بجد والله غنتني عن العلاجات وعن بقى الحاجات الكتير اللي احنا بنسمعها، الحاجات الكيماوية والعلاجات الكيماوية، إن كانت علاجات بيطري علاجات بشري الكلام ده كله. الحاجات الطبيعية دي بجد غنتني والله عن الحاجات دي، لأن أنا اشتريت، مش هقول لكم ما جبتش علاجات بيطرية والكلام ده كله، جبتها بس ما جابتش معايا نتائج زي الحاجات الطبيعية. فبالله عليكم اهتموا، والوقاية زي ما قلت لكم مليون مرة الوقاية خير من العلاج. أنا مش بلجأ للعلاجات إلا في أشد الظروف، في أشد الظروف يا جماعة بقول لكم أهو. أنا يعني مش معنى كده أنا ما بجيبش خالص، أنا بجيب بس في يعني في أضيق الظروف لما أبقى مضطرة ليها، مضطرة جدا. وبرضه أنا لسه عند موقفي الطبيعي يحصل. تمام كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. أتمنى يا رب بس يكون الفيديو أفادكم ولو بالقليل، لو استفدتم الفيديو يا ريت ما تنسونيش من اللايك، ولو مش مشتركين طبعا يشرفني اشتراككم، اشتركوا وفعلوا الجرس، فعلوا أول جرس اللي هو جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، وكل ما أنزل فيديو يجيلكم بيه إشعار. ولو طبعا يعني فضلا ليس أمرا يا ريت تنشروا الفيديو لأي حد تحس إن هو هيستفاد من الفيديو زي ما أنتم بتستفادوا، خلي غيركم يستفاد. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.